أطلقت مؤسسة حياة كريمة أولى مراحل البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات من أجل تعزيز دور العمل التطوعي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات. البرنامج التدريبي الذي يستمر 3 أيام يهدف لتعزيز والتعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي حياة كريمة من خلال المشاركة المجتمعية، ويتضمن تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة. بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، قامت مؤسسة حياة كريمة ببدء المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة لتدريب طلاب الجامعات على قيم التطوع، بهدف دمج الشباب في مبادرات حياة كريمة من خلال التوعية بأهداف المشروع القومي وجهود المؤسسة، واستخراج الأفكار والمبادرات الشبابية لتطبيقها على أرض الواقع بكرة حياة كريمة وبتنفيذ وإدارة شباب الجامعات. الجزء الأكبر اللي قايم عليه مؤسسة حياة كريمة هو الجزء بتاع المتطوعين، فكان الدور الأساسي إن احنا ندعم ونيجي إن احنا نوري الجزء ده للشباب عشان يكون عندهم الحافز إن هم يكونوا موجودين كمتطوعين لمؤسسة حياة كريمة. احنا النهارده بنبدأ البرنامج التدريبي بتاعنا بورشة عمل عن حياة كريمة، وبنستقبل أفكار ومبادرات الطلاب اللي حابين يطبقوها على أرض الواقع في قرى حياة كريمة. بحكم عملنا في حياة كريمة طبعا احنا بنشتغل على ملفات كتيرة جدا وقطاعات كتيرة جدا، أهمها وأبرزها القطاع الإنساني والقطاع الطبي والبنية التحتية، بالإضافة إلى الجانب الآخر اللي هو الجانب التوعوي، وده اللي احنا فيه النهاردة. ما يقرب من 100 شاب وفتاة يشاركون بالمبادرة للاستفادة من البرنامج المقدم والمشاركة في تقديم مقترحاتهم لتتبناها المؤسسة وتنفذها، الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة والمؤسسة بالشباب وبأفكارهم ومشاركتهم. موضوع كبير قوي، وطلع ان هو مش مقتصر بس على مساعدة الناس علاجيا، لا هو مساعدة من كل الناحية، وانه تطوير مصر نفسها. روح حلوة جدا، وتبادل الأفكار جميلة جدا ما بيننا، والمؤسسة مساعدانا بالأفكار، أدونا برضو شوية أهداف كده نمشي عليها. بتدعم الفقراء وبتدخل مية للناس، بتخلي حياتهم أفضل فعلا. هي فعلا اسمها حياة كريمة، وهي اسمها على مسمى فعلا، هي بتخلي الحياة كريمة فعلا. كان في أفكار كتير طالعة من الشباب وأفكار لذيذة جدا حلوة جدا، إن شاء الله أتمنى حاجة فيهم يعني تتنفذ، لو مش شرط يعني المشروع بتاعي. يتم تدريب الطلاب على عدة مراحل تتضمن ورش عمل للتدريب على المهارات الحياتية المختلفة، بالإضافة إلى التدريب على مختلف المهارات والموضوعات الخاصة بالتطوع وإثراء فكر طلاب الجامعات بالمعارف والمعلومات التي يهتم بها الشأن العام.